يسعد مساكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. متواجد في مركز مبيعات إعمار وتحديدا بالداون تاون، واليوم إن شاء الله راح أتكلم عن مشروع البيتش فرونت. خلينا نبدأ التغطية. هذا هو مجسم مشروع إعمار بيتش فرونت، وهو عبارة عن شبه جزيرة تقع ما بين دبي مارينا والجي بي آر والبلو ووترز بمدخل ومخرج واحد من شارع الملك سلمان. تتكون هذه الجزيرة من 27 مبنى بتوسطهم بوليفارد، وجميع المباني بهذا المشروع بأكسس خاص للشاطئ، فبالتالي إجمالي طول الشواطئ في هذه الجزيرة بيمتد إلى أكثر من 1.5 كيلومتر مربع. طبعا إطلالات هذا المشروع أكثر من رائعة، إما حتكون على نخلة الجميرة، إما حتكون على مرسى اليخوت ونادي اليخوت وسكاي لاين على المارينا وعلى الجي بي آر وعين دبي. هلأ لو تكلمنا البعد عن المعالم الرئيسية في دبي، فبيتش فرونت تبعد حوالي 5 دقائق عن شارع الشيخ زايد، 12 دقيقة عن برج خليفة والداون تاون، 25 دقيقة عن مطار دبي الدولي. وهيك بكون تعرفنا على مشروع بيتش فرونت، وإن شاء الله لاحقا رح أعمل فيديوهات عن آخر طروحاتهم بهذا المشروع. واللي عنده أي سؤال أي استفسار بما يخص هذا المشروع أو غيره من المشاريع لا يتردد بالتواصل معي، ونراكم بتغطيات قادمة.